مرحبا اعزائي التلاميذ. بالنسبه للحصه ديال اليوم غيكون عندها علاقه بلا برودكسيون اكريت اي بلو بريسيزامون عندها علاقه بلي بلان. اشنا هو البلان اللي غادا نكتب به؟ با ايفيدامون مش حال هذه قبل كنا كنعرفوا بلا اون برودكسيون اكريت خاصنا نحترموا فيها المعايير ديال انتروداكسيون ديفلوبمون اي كونكلوزيون، ولكن عمرنا ما دوينا على اشنا هو البلان اللي خصنا نخدموا به عن طريق واحد السؤال اللي كيكون عندنا في لا برودكسيون اكريت. ولي بلان اللي عندنا هما لو بلان سامبل، لو بلان ديالكتيك، لو بلان كونسيسيف و لو بلان اناليتيك. غدا نشوفوا كل واحد فيهم على حده غندرسوه. اذا الحصه ديال اليوم غتكون متعلقه بلو بلان سامبل. اذا حنا ملي كنكونوا كندويو على لي بلان عامه كندويو على وجهات النظر. واش ان سول بوين دو فيو اللي هو بيرسونيل اللي كيكون عندنا هنا في لو بلان سامبل اللي غدا نديطاييه، اولا جوج ديال لي بوين دو فيو ساف دير لي زان و لي زوتر، يرى البعض ويرى البعض الاخر اللي هو الدياليكتيك اللي غنديطاييه في فيديو اخر، اولا كونسيسيف تنشوفوه من بعد بلان زوين هذاك الكونسيسيف، اولا الاناليتيك كاناليزي واحد الظاهره. المهم حنا بالنسبه لو بلان سامبل دابا اللي عندنا كيتعلق بوجهه النظر الوحيده اللي هي لا نوتر، وجهه نظر ديالنا. عموما ملي كندويو على لا برودكسيون اكريت، اي برودكسيون اكريت مقسم ثلاثه ديال المراحل. لانتروداكسيون اللي كيف ما كتبت لكم تما كاينه اشنو كنديروا في هاد لانتروداكسيون، كندير ديفينيسيون ديال الفينومين اللي عندنا الظاهره، كندوي مثلا لا سوبرسيسيون ندير تعريف ديالها، كندوي على لا بوليغامي اللي هي تعدد الزوجات ندير تعريف ديالها. الا ما قدرتش حسيت بلا صعيبه ليا كندير واحد الحاجه اللي هي اسهل اللي هي الباغافراز. باغافراز دو سوجي بروبوزي، يعني كنعاود هذاك السوجي اللي محطوط عندي في لا برودكسيون اكريت بالاسلوب ديالي، كنعاودوه بحيث انني ماشي نعاودو تال كالي كيف ما هو، نبدل واحد جوج كلمات ثلاثه ونعتبر انني بدلته، ولكن كنستوحي منه لو ماكسيموم بوسيبل. هذه لانتروداكسيون كاينه في كاع لي بلان، بلان سامبل ديالكتيك اناليتيك بو امبورت لو بلان اللي عندنا. بالنسبه لا كونكلوزيون ريزومي ديال لي انفورماسيون سيتي او باغافون، كاع المعلومات اللي كنتي ذكرتيهم قبل، يعني انت ذكرتي انك مع كذا اولا هالاسباب اللي خلاتك، كتحاول تشد واحد الريزومي قصير من خلال داكشي اللي كنتي سيتيتي قبل. وحتى هاد لا كونكلوزيون ما عندناش مشكل فيها كاع لو بلان، يعني انا باش هذاك المصحح كيعرف اش من بلان خدام فيه راه كيمشي ليا للديفلوبمون. سينو عندنا واحد الحاجه قبل في لانتروداكسيون اللي هي لا كيسيون، وغالبا ماشي ديما كتكون زعما ديستانكتيف، ما كتكونش مميزه بالضبط. اذا حنا البلان سامبل عندنا الغرض به في الديفلوبمون، غنمشيو نشوفو هذاك الديفلوبمون اللي هو العرض ديالنا اشنا هما المراحل اللي خص يكون فيه باش نعتبروه انه ان بلان سامبل. اذا اي ديفلوبمون اللي هو اي عرض باش ننتقل من المقدمه للعرض ضروري نديرو واحد الحاجه اللي كنسميوها اون فراز انتروداكتيف. هاد الفراز انتروداكتيف اللي هي جمله تقديميه كتقدم ليا بها داك العرض ديالك. ولا لاحظتي انا حاطه لك هنايا من لي من هاد الشرح اللي كنشرح لك دابا وعطيك اكزامبل عليه على اليسار، يعني هاد الجمله التقديميه الى رجعتي للجهه اللي في اليسار غتلقاني كتبت لك كمثال افون دونتري دون لو فيف دو سوجي، قبل ان ندخل لصلب الموضوع، جو تروف جوست دو كلاريفي سو كو نو فولون دير بار اكس، اجد انه من المنطقي ان اوضح ماذا اقصد باكس. اكس اللي هو الموضوع اللي عندنا بلا سوبرسيسيون شواذة، بلا بوليغامي بتعدد الزوجات، بانسي دو سويت. وهاد كلاريفي اللي حطيت لك هنا كجمله تقديميه غتكون مزيان انك ديرها الا كنتي ديجا ما درتيش ديفينيسيون ديال الفينومين قبل، كنتي درتي مثلا بارافراز في لانتروداكسيون. اذا هنا تقدر ديرها ليا على اساس انك باش تعرف ليا السوجي هنا كجمله تقديميه. ادوز ليا للمرحله الثانيه توجور في الديفلوبمون بلا ما كتكون نقصتي لا ستار لا حتى شي حاجه، هذاك المرور كيكون سلس كيفهمو المصحح بلا ما تبين ليه اترافير لا بونكتواسيون. اذا هنا كدير المرحله الثانيه هي انونسي لو كوتي سوتوني، يعني انا مع من،
يعني انا ملي كندوي مع لا بوليغام، كندوي على لا بوليغامي اللي هي تعدد الزوجات، كتجي كتقول مثلا بحال هنا هي في المرحله الثانيه على الجهه اليسار ليكزومبل، اي ا مون افي من وجهتي نظري جو تروف جوست ديتر بارتيزان، اجد انه من المنطقي ان اكون مساندا، او لا جو تروف جوست ديتر اوبوزون، او اجد انه من المنطقي ان اعارض، يعني بارتيزان ساند اوبوزون عارض. ها وتقول انت كتعارض شنو؟ الا كنتي مثلا مع لا بوليغامي غتقول بارتيزان دو لا بوليغامي، اوبوزون معارض دو لا بوليغامي، داكور؟ اذا هنا كتحط ليا راسك في السياق، كتقول داك المصحح انا رانا مع او لا ضد هذه الظاهره دون مانيير كلير، بجمله واضحه. عاده كتبدا تعطيني لي زارغومون، وهاد الجمله الثانيه اللي هي الوجهه النظر ديالك هذه هي اللي كتحدد بلي راك شوف رانا في البلان سامبل، حيت البلان سامبل كيعني اننا غندويو على وجهه نظر وحيده اللي هي لا ميان، اللي هو لو بوين دو فيو بيرسونيل، كندوي على وجهه النظر ديالي انا. يعني انت هنا كتقول لي ا مون افي، يعني انت دويتي لي على راسك. وهنا من وراها بما اننا في البلون سامبل ما غندوي على راي حتى شي واحد، غدا ندير لي زارغومون ديالي، يعني غنعلل الموقف ديالي بثلاثه ديال لي زارغومون. لارغومون الاول دابور تقولي شنو هو قلتي اترافير واحد جوج سطور ثلاثه، اونسويت انا كندوي على حساب كل واحد لا كاباسيتي ديالو، كل واحد كاين اللي غيدير سيليني، كاين اللي غيدير كل واحد وعلى المجهود ديالو. اونسويت يعني لارغومون ثاني، اونفا يعني لارغومون ثالث. ومني كتسالي 3 ديال لي زارغومون ديالك كتقول لي ا سو بروبو، بهذا الصدد يعني انا غتعطيني ليكزامبل، جو سيت ليكزامبل دو، وبهذا الصدد اذكروا مثال ديال شي حاجه. اذا هنا واحد المثال اللي يقدر يكون من لابواطا ميرفي، او لا من لي غومو اللي غنقراو، او لا كلكو شوز كي كونو دون لا سوسيتي، معروفه شي حاجه دارت البوز، شي حاجه اولستري بها، شي حاجه تعلل بها هذا المثال. ومني كنقولوا اسو بروبو يعني خاص بهذا الصدد، يعني يكون مرتبط المثال باش بلارغومون الاخر. ما تقدرش تقول لي بهذا الصدد وهذا الصدد اخر حاجه ذكرتيها لا علاقه لها بهذا المثال اللي غادي تجي تعطيني هنايا، داكوغ؟ اذا هذا هو البلان سامبل، يعني كيتميز ليا بثلاثه المراحل، جمله تقديميه، المرحله الثانيه نقول انا لو بوين دو فيو ديالي انا راه مع او لا ضد كذا، والمرحله الثالثه نعطي ثلاثه ديال لي زارغومون، ها علاش انا ضد، ها او لا، ها علاش انا افيك، وكنختم بواحد ليكزامبل، من وراها كاين الخاتمه ديالنا اللي هو ريزومي ديال لي زانفورماسيون. واكيد انا راه غنحط لكم تحت من لا فيديو واحد ليكزامبل انا اصلا فايته دايره، هذاك راه كنت خادماه ببلون سامبل، اللي تشوف المراحل بالضبط كيفاش اون بوغي لي سويفغ عن طريق واحد ليكزامبل. اذا من وراها تشوفوا كيفاش انا مثلا نقدر نعرف بلا راه مطلوب مني بلون سامبل. واش غيجي شي استاذ يقول لي راه خصك تخدم بلون سامبل؟ لا، حتى حد ما كيتحاور معاك نهار ليكزامان، انت منك الورقه ديالك كتجي كتقرا السوجي ديالك كتعرف بلا راه اوني دوفون ان بلون سامبل. كي غندير تنعرفو نقراو هاد لو سوجي بروبوزي اللي عندنا ديال كازابلانكا ستات، سيسيون نورمال، دوره العاديه، جوان 2021. اذا اليبوك د احمد الصفريوي لي باربيي، في الحقبه اللي كان فيها احمد الصفريوي لي باربيي الحلاقين كوم دوطرو ارتيزان، كمثل بزاف ديال الحرفيين اخرين، اكومبليس دي زاكتيفيتي ريليفون بلوتو دو لا ميديسين، كانوا كيقوموا بزاف ديال لي زاكتيفيتي، بزاف ديال الاعمال اللي عندهم علاقه بالميديسين اكثر ما هي حرفه. ها كوم سي سيل دو لا سيركونسير مثلا كالختانة ديال لي زونفون، او لا اغاشي لي دون، كانوا الناس كيمشيو عند الحجام باش كيحيدوا ليهم لي دون سنان، يعني كيمشي يحيد سنان عند الحجام. براتيكي دي سينيي كيدير حجامه، سينيي هي حجامه، سور لا نوك دي زادولت، اي بيان دوطرو براتيك، وحوايج اخرين. يعني هنا ذكر لينا سنان، ذكر لينا الحجامه، وذكر لينا الختانه، كان كيديرها الحجام. سي زاكتيفيتي براتيكي بار دي جون نون سبيسياليست، هاد الاشياء ولا هاد لي زاكتيفيتي
كيديروهم ناس ما عندهمش حتى شي علاقه بلا سبيسياليتي، ماشي التخصص ديالهم، يعني حجام ماشي التخصص ديالو انه يحيد سنان، اولا كاع شكون سيتي اوباغافون كاع الشيء اللي ذكرناه ماشي من التخصص ديال الحجام. بوفي افوار دي كونسيكونس بارفوا ريغريتابل، يعني هاد الشيء اللي كيدير يقدر يكون عنده واحد النتائج مؤسفه اللي نقدروا ريغريتيوها من بعد، اللي نقدروا ندموا عليها. اذا نشوف هذا لو سوجي من وراها ديريكتومون كينزل كي يعني كي كيحبس النقطه وكينزل، ومن تما كاينه كتعرف اش من بلون غتخدم به. شو باش خادم ليا بونسيفو كيدوي عليك انت، هل تظن انت اللي واش تظن، ما قالش لك البعض يظن والبعض الاخر، كيدوي لك على الوجهه ديال النظر ديالك بيرسونيل. بونسيفو كو ميم دو نو جور، حتى في الايام ديالنا الحاليه دابا، اون دو اونكور اكوردي نوتر كونفيونس ا سيز ارتيزان، خاصنا نعطيو الثقه ديالنا لهاد الحرفيين. واش باقي دابا شي ناس كيمشيو زعما كاينه يبراتيكيو بحال هاد لي شوز هاد الحجام؟ يعني هنا فهاد السطر ملي قالك بونسيفو راك مشيتي ليا مع البلون سامبل، غير شوف بونسيفو عرف راسك بلون سامبل. Dans une production écrite, ou régulée de manière autre, fait production écrite argumentée, بالحجج والدلائل, et avec des exemples, ou قالك دير ليا des exemples à l'appui اللي تعتمد عليها, développer votre réflexion. يعني في le développement اللي هو في العرض قالك دوي ليا على la réflexion personnelle ديالك، الفكر ديالك، المنطق ديالك، وجهة النظر ديالك، اشنو كيبان لك في هذا الموضوع. يعني قالها لنا بلي رحنا قدام ان بلون سامبل اترافير جوج ديال لي مو، الاولى اللي هي بونسيفو، والثانيه اللي هي ديفلوبي فوتغ ريفليكسيون اون فو ريفيرون ا فوتغ اكسبيريونس بيرسونيل، وانت اعتمادا على شي تجربه شخصيه. اذا هنا من لا برودكسيون كريب كنعرفوا اشنا هو السوجي، سهل علينا نعرفوا شنو هو لو بلون اللي غنقدروا نخدموا به. داكوغ.